انتو ليش اجيتوا على بيتي؟ فهمني شو هو هدفكم؟ الغبي علي حاول يقتل زهرة، شو بدك يعني نساوي؟ ملك اجت لهون ركض. ديفران، انت وعدتني بهالشي، قلتلي ملك ما بتقدر تبعد عن زهرة، التزم بوعدك. انا ما بدي لا ملك ولا بنتها بهذا البيت. امي، الاغا طلب من هالشركة يبعثوا له هالموديل، بس قالوا وقفوا انتاج هالموديل وبدهم يبعثوا لنا غيره، وبعد اسبوع لازم نسلم البضاعة. ما عرفنا شو لازم نساوي. تشرب شي ليلى خانم؟ قهوة، زهورات، او مثلا عصير ليمون؟ ليكونوا نسيوا انه هي شركة كيرمان، هن مجبورين يسعوا لنا الموديل، وإذا ما عملوا هالشي في غيرهم كتار عم يستنوا ليشتغلوا معنا. اتصل فيهم وقل لهم هالحكي. ماشي يا خانم. اللي انت ليش لساتك هون؟ والله أنا كنت رايح، بس ديفران آغا منعني، قال لي خليك يا شوكت ولا تروح، وأنا بحاجة لإلك، وإنه هو بيوثق فيني كتير، وطبعاً ما حلوة مني خجل زعيم العشائر. قلت له طالما أنت مصر فرح ضل اشتغل عندك دائماً. آخ منك، آخ منك ابني المجنون. ديفران، شو صار معكم؟ قدرتوا تلاقوه؟ أخ يا ابني، الله يرضى عليك لاقوه. ما بدي إيد ابني تتلطخ بالدم، رجعوه على القصر بسرعة. أنا حاولت معه بابا، قلت له لا تشرب الحبوب بس ما رد علي. ماشي حبيبتي، خلص لا تبكي، أنت ما عليك ذنب، امسحي دموعك لشوف. يلا طيب، هو قالك من وين جاب الحبوب؟ لا، قال لي إنه حبوب جداد، وبعدين فجأة كل جسمه صار يرجف. خلص بكفي حبيبتي، اهدي شوي. ميرزا، أجل الحكي بهالموضوع. أنا آسف كتير سيدي، بس ممكن نحكي شوي؟ ماشي جاي.